أنا الحاضر وأحلامي على قلب رجل واحد، وهذه هتافاتهم. غير الثورة ما نختار، غير الثورة ما نختار، لا وعود لا حوار، لا وعود لا حوار. هذه هي ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء، التي اتخذ منها آلاف الشباب بمختلف مشاربهم وأفكارهم مقر اعتصام متواصل للمطالبة بإسقاط النظام. نساء وأطفال التزموا بالبقاء هنا لساعات لمشاركة الشباب أحلامه برحيل النظام وولادة يمن جديد بعيدا عن الفساد والاستبداد والقمع كما يقول المعتصمون. نريد رحيل علي عبد الله صالح وبلطجته الذي يعني حدثت في اليمن وفي أرجاء اليمن، ونريد أن يرحل بأسرع وقت ممكن. الرئيس قال إن إحنا نرفع علامة السيف وخمسة نجوم، وأنا أول مرة أعرف إن علم الإمام السيف وخمسة نجوم. ما فيش عندنا علامة السيف وخمسة نجوم، ما فيش عندنا إلا أعلام الجمهورية اليمنية. ورشة عمل تضج بالحياة، حياة جديدة تستطيع أن ترى فيها هذه المرأة التي أصبح مقر الاعتصام مكانها اليومي. أمل حامل في الشهر الثامن، لكن ذلك لم يمنعها من أن تواظب على الحضور للبحث عن أمل لمولودها الجديد. لا أريد طفلي أن يخرج ويشوف وجه علي عبد الله صالح، أريده أن يخرج إلى وجه جديد يضمن له مستقبله وحريته. الرئيس اليمني علق على التظاهرات والاعتصامات التي تطالب بإسقاط نظامه قائلا إنها تقليد لتونس ومصر، وشن هجوما على الإعلام الخارجي الذي قال إنه يشوه صورة الوطن. الجانب الإعلامي الخارجي هكذا يريد أن يشوه باليمن، هو حقد على ديمقراطية. ساحة التغيير في صنعاء ليست الوحيدة، ففي تعز ساحة الحرية، وفي عدن وإب والحديدة والبيضاء ومأرب وحضرموت ساحات تمتلئ بالآلاف، ولكل ساحة اسمها. وكأن وجه المكان تغير، هنا آلاف الشباب والنساء والأطفال يواصلون اعتصامهم للمطالبة بإسقاط النظام في مساحة قد تبدو ضيقة، لكنهم يقولون إنها واسعة بحجم الحرية. أحمد الشرفي، الجزيرة، من ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء.